بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. النهارده السبت 13 رمضان، ايام الجميله بتجري بسرعه جامده جدا، فيعني عايزين ننتهزها كلها ان شاء الله ان احنا نعمل فيها خير كتير ان شاء الله. اخباركم يا رجاله؟ كويسين منورين، رمضان كريم عليكم. طب الحمد لله. النهارده يوم السبت، عايزين نروح نزور العمال اللي بيشتغلوا في محطة كهرباء محولات حدائق العاصمة. ايه رأيكم رجالة؟ شفتوها قبل كده؟ طب نروح على هناك عشان نشوف العمال اللي هناك. يلا بينا. النهاردة احنا رايحين محطة محولات كهرباء حدائق العاصمة. نفذتها شركة ألمانية، تكلفتها حوالي 1 مليار جنيه، مسؤولة عن تغذية جميع المشروعات القومية الكبرى في مدينة حدائق العاصمة. المحطة ضمن مخطط البنية التحتية الشاملة لمدينة حدائق العاصمة. الواحد بيسعد جدا لما بيقابل عمال مصر اللي بيبنوا وبيعمروا في كل مكان. عشان كده أنا مسمي الحلقات دي في واحد من الناس حوارات مع أجمل الناس في مصر. وانتوا برضو أجمل الناس في مصر؟ والله، عشان انتوا برضو شغالين، ربنا يحفظكم ان شاء الله ويحفظ كل واحد بيبني في البلد. احنا تقريبا وصلنا اهو محطة الكهرباء حدائق العاصمة. والمدخل ده اللي جاي ده؟ طب خش يمين لو سمحت، استنى عشان نستأذن الناس بس. خش خش خش. السلام عليكم، صباح الفل، رمضان كريم. الله اكرم كل سنه طيبين جميعا. سنه طيب دكتور، اسمحوا لنا نخش نبص على المحطه. اتفضل هندسه، كل سنه طيب. صباحك زي الفل. السلام عليكم جميعا، كل سنه طيبين. اتعرف بحضرتك. محمد علام، أنا مش من كبار الشركة المصرية لنقل الكهرباء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شركة سيمنز. أهلا وسهلا. صباح الخير جميعا، كل سنة طيبين جميعا، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله بإذن الله. أهلا وسهلا. إحنا هنا فين بقى؟ عشان أنا حبيت أجي أبص على المشروع. إحنا هنا فين؟ محطة كهرباء. إيه بقى بتعمل إيه المحطة دي؟ محطة نقل كهرباء بتحول من جهد من 220 ألف فولت ل 22 ألف فولت. محطة على كده بتدخل بقى الشبكة القومية بتاعت الكهرباء، وبتغذي المدن بتاعت هيئة المرتفعات العمرانية وكده. وكلكم بقى مهندسين وعمال ما شاء الله كده منورين. طيب انا بص، انا قلت يعني ايه نيجي نسلم عليكم ونقول لكم برمضان كريم. سعيد ويعني كده نحاول نسلي صيامكم كده 10 دقايق، مش هنعطلكم كتير بعد اذن مدير الموقع، لان الحقيقة انتم بتعملوا حاجة مهمة قوي. يعني حضرتك منين؟ انا من المنوفية. تشتغل ايه؟ انا سوبر فايزر هنا تركيبات. تركيبه بتعمل ايه يعني؟ التركيب ستيل حضرتك زي ده اللي حضرتك شايفه. تركيب مهمات، شغل ارضي، الارض بتاع المحطه، الكلام ده كله. وبتفطر هنا بقى ولا بتروح المنوفيه كله؟ لا بفطر هنا حضرتك. ايوه بفطر هنا. وبتروح امتى المنوفيه؟ بروح كل اسبوع. النهارده السبت يعني. لسه جاي النهارده. لسه جاي النهارده حضرتك. لسه جاي النهارده. عندك اولاد قد ايه؟ عند اللهم صل على النبي 3 بنات وولد. عمرهم ايه؟ ملك في ثالثه ثانوي، وماي في ثالثة اعدادي، وجانا في اولى اعدادي. عايز تقول لهم ايه بقى النهارده احنا في رمضان كده؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وعايزهم اشوف احسن ناس، اشوفهم ناس كويسين، اشوف يعني عيالي يبقى ناس محترمه كده، والناس احترمهم زي ما احترم الناس ان شاء الله. بقول لك ايه، هسالك سؤال ولو جاوبت هديك جايزه. انت عارف احمد زكي الممثل الله يرحمه؟ عمل فيلم اسمه بيه البواب. كان اسمه ايه في الفيلم؟ كان اسمه عبد السميع. كان اسمه ايه؟ عبد السميع. كان اسمه عبد السميع. طيب يا سيدي، مبروك، وده جايزه من البرنامج. ألف جنيه. مبروك. ماشي. اسمك ايه؟ اسمي عماد. عماد منين؟ عماد من بني سويف، صدام. عندك كم سنه يا عماد؟ عندي 31. بتشتغل ايه؟ بشتغل كهرباء. كهربائي؟ عندك اولاد؟ عندي 3. مين ومين ومين؟ معايا عزيز ورقية ورحيم ان شاء الله. ما شاء الله. مين اللاعب المصري اللي اطلقوا عليه لقب المجري؟ المجري مصطفى عبده. طيب يا سيدي، مصطفى عبده مظبوط، مبروك.
ادي 1000 جنيه ليا برنامج واحد من الناس. الله يخليك. تعرف عليك طه عبد الله. منين يا طه؟ من المنوفيه. من المنوفيه. شغال ايه؟ اشتغل في الارض. تعمل ايه؟ شبكه ارضي. ارضي. عندك اولاد قد ايه؟ عندي 3. تفطر هنا ولا بتروح تفطر معاه؟ لا بفطر في المنوفيه. المنوفيه؟ ساعه تروح تيجي. ساعه ساعه ونص. طب كويس قوي قوي. الاولاد قد ايه؟ عمرهم قد ايه؟ حنين ومحمد وعم. عندك عمر كمان؟ طب سلم على عمر بقى. الله يسلمك. عمره قد ايه؟ حنين في ثالثه اعداد. طب كويس. ومحمد في سته وعمر لسه ما دخلش المدرسه. ربنا يا رب يخليه لك ان شاء الله. قول لي ايه العقرب اللي هو لا يخاف منه احد وغير مؤذي؟ عقرب الساعه. يا سلام، برافو عليك. لسه قبله ده بالراجل ده. دول يا سيدي 1000 جنيه دي من واحد من الناس. تعال. اسمك ايه؟ احمد محمد. منين؟ من اسيوط. من اسيوط. احسن ناس. الله يبارك لك يا استاذ. عندك اولاد قد ايه؟ معايا 3 الحمد لله. قول لي ايه هي الصلاه اللي ما فيهاش لا سجود ولا ركوع؟ صلاه المتوفي. صلاه الجنازه. صحيح مظبوط. الله ينور عليك. طيب يا سيدي الف مبروك. 1000 جنيه من واحد من الناس. تعالى. منين؟ بحيره. اسم حضرتك؟ سلومة حسين. عندك كم سنه؟ 23 سنة. تشتغل ايه؟ صناعة حارة. ما شاء الله. عندك اولاد؟ لا لسه خاطب. لسه خاطب. طب مبروك يا سيدي. الله يخليك. عايزين على الفرح بقى ان شاء الله. ان شاء الله. مين الفريق اللي فاز بكأس العالم سنة 98؟ ايطاليا. فرنسا. مين اللي فاز بكأس العالم في 98؟ فرنسا. 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 98. فرنسا. برافو عليك، مبروك. 1000 جنيه من واحد من الناس. الله يخليك. اعرف عليك؟ محمد بدوي من اسوان. من اسوان. احسن ناس. اشتغل ايه يا محمد؟ فني تركيبات. بقول لك ايه؟ مين اللي سدد ضربه الجزاء لمصر في كاس العالم سنه 90؟ مجدي عبد الغني. يا سلام، كلكم عارفين. اللي زينين بيها لغايه دلوقتي. طيب يا سيدي مبروك، ادي 1000 جنيه هديه من برنامج واحد من الناس. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. اعرف عليك. محمد عبد الناصر عمر. منين يا محمد؟ من اسيوط. من اسيوط. ما شاء الله. بتشتغل ايه هنا؟ نظافه. احسن ناس. ربنا يكرمك. عندك اولاد قد ايه؟ معايا 4 بنات. 4؟ ما شاء الله. اعمارهم قد ايه؟ واحد عنده 6 سنين، واحد عنده 3 سنين، وبنتين عندهم 2 سنين وسنه ونص. بتقول يا رب نفسك ايه لاولادك؟ والله نفسي نتعلم ان شاء الله. يا رب يبقوا احسن ناس. مين رئيس النادي المشهور اللي اشتغل في التمثيل وابنه كمان كان ممثل؟ مين هو الكابتن؟ صلاح سليم. صلاح سليم. كابتن صلاح سليم. مظبوط. ادي 1000 جنيه دي من واحد من الناس. 1000 مبروك. اتفضل. تعرف عليك؟ جمال مصطفى عبد الرحيم. منين؟ من اسيوط. ما شاء الله، ده اسيوط مسيطره هنا وبرده من المنوفيه مسيطره هنا. عندك كام سنه؟ عندي 44. تشتغل يا سيادتك؟ اعان الله. ايه الشيء اللي كل ما تيجي تذبحه تعيط عليه؟ البصل. البصل. مظبوط صح. مبروك. 1000 جنيه من واحد من الناس. مبروك. البصل يا عم جمال. سجلت معاك؟ اسمك ايه؟ محمد نادي. منين يا محمد؟ من المنيا. من المنيا. احسن ناس. تشتغل هنا ايه؟ عامل نظافه. تمام. عندك اولاد قد ايه؟ 2. مبسوط في الشغل هنا؟ الحمد لله. القش معدن يعني؟ تمام الحمد لله. ماشي تمام؟ تمام ان شاء الله. ايه الحيوان اللي بيتحمل العطش اكتر من الجمل؟ السلحفة. السلحفة. الحيوان اللي بيتحمل العطش اكتر من الجمل؟ الصبار. الحيوان السلحفه. طويل كده. طويل. الزرافه. الزرافه. مظبوط. مبروك. 1000 جنيه دي من واحد من الناس. 1000 مبروك. سقفوا له يا جماعه الراجل ده برضه. تعالى. منين؟ انا من اليوبيه. اليوبيه. اسمك ايه؟ محمد عبد العزيز محمد. عندك كم سنه؟ عندي 20 سنه. تشتغل ايه يا محمد؟ بشتغل تركيبات. تركيبات؟ طيب وبتعمل هنا ايه يعني؟ الابراج مثلا، جمع ابراج، تركيبات، شغل تركيبات. انتوا بتفطروا مع بعض في رمضان كلكم ولا بتعملوا ايه؟ اللي بيقعد يقعد واللي يروح يروح. طب عظيم جدا 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 جدا. اسالك سؤال، في مسلسل مهم عندنا بيذاع في قناه الحياه؟ مسلسل. في مسلسل في قناه الحياه بيعمله الفنان مصطفى شعبان، اسمه ايه؟ مصطفى شعبان في رمضان عندنا. قديم ولا السنه دي؟ في رمضان. في رمضان.
المعلم. اسمه ايه؟ اسمه المعلم. المعلم مبروك 1000 جنيه ليا من احد الناس. يا جماعه انا سعيد اني اتشرفت جدا بحضراتكم، كل سنه طيبين، رمضان كريم. احنا بس انا اسف ان احنا عطلناكم، احنا جايين نشوف مشروع مهم الحقيقه، بس الاهم من المشروع الناس اللي عامله المشروع. فانا بحييكم وبحترمكم وبقدركم واقول لكم كل سنه طيبين، رمضان كريم عليكم، وهنجي لكم تاني وربنا يوفقكم ان شاء الله. تؤمروني باي شيء؟ يلا سلام عليكم. زي ما شفنا يعني مجموعه من الناس المحترمين جدا، انا اطلقت عليهم اجمل ناس في مصر، عمال مصر اجمل ناس في مصر، هم اللي بيبنوا مصر وبيعمروا مصر. زي ما احنا شايفين بيبنوا محطه كهرباء عشان تغذي حدائق مدينه سكنيه كبيره جدا، ليه حدائق العاصمة. ربنا يوفقهم.